تصعيد سلمي، طبعا ما مسويين تصعيد غير ايجابي، تصعيد سلمي وما سووا شيء غير السلميه، لان اذا ظلينا بالسكته ساكتين وكاظين الجسور والتحرير وقاعدين ما يصير شيء، هم يرتاحون، بالعكس هم بعد هسه زاد فسادهم. والدليل على هذا انه هسه التعيينات اللي اجت تقريبا 80 ورقه على النفط، 30 ورقه كهرباء، فزاد فسادهم. يراد تصعيد، يراد تصعيد، ومو بس هذا التصعيد، خلال ايام تجي غير تصعيد عندنا اذا ماكو حل. فالبعض متهم المتظاهرين انهم جوكريه، فحبيت اقول له بس ابن اللثق وابن الردية اللي علينا لسانه يلفظ جوكرية بالبيجات، بس ابن اللثق وابن الردية اللي علينا لسانه يلفظ جوكرية بالبيجات، ينشر ضدنا كل يوم خاطر يرضي أحزاب الغبية، اللي ينشر واللي يسقط واللي يخطفون ما سرحهم بذيل المطية. والما يجامل خادم، بس ابن اللثق وابن الردية العلينا لسانه يلفظ جوكرية بالبيجات، ينشر ضدنا كل يوم خاطر ينصر أحزاب الغبية، اللي ينشر واللي يسقط واللي يخطفون ما سرحهم بذيل المطية. والما يجامل، الما يجامل بالحج وما يضمه، حسبت وقت ونقول الله يرحمه. النخلة شيخانية عد البستان، يردوها قوة تبوس يد الفصمة. نرجع من التحرير بس عدنا شروط، أول شرط كل ذي يكون انقطمة. نرجع من التحرير بس عدنا شروط، أول شرط كل ذي الكون انقطمه، وانقاض كل من ايده متلت خدموم، وثائر الطيب نفسك وني حكمه. ابيض وجه يا موقفك بالتحرير، والمال موقف وجه خلي صخمه. ابيض وجه يا موقفك بالتحرير، والمال موقف وجه خلي صخمه. وما داوم بلاي وطن ترفض الغيره البيه، ما ارضى واحد يستفز احلامنا الورديه. ملحوق باكر على العلم يا اخوان، صبر شويه، ايش قد حلوه لو عندك وطن وتفوت للكليه. ايش قد حلوه لو عندك وطن وتفوت للكليه. يا طالب ينتظر منك بشاره خير، يا طالب ينتظر منك بشارة خير. الشهيد الفوق هم الوطن متراكم، تضرب عن دوامك بالقبر يرتاح، وتسحق دمه لما تمشي وتداوم. عوف الدوام وكض وطن لا تلفظ الشعلية، لو عفت بجفوف الغرب شو تفيدك الكلية. سلاحنا نشيل الوعي ونفوت بالسلمية، ونأدب أحزام الظلم ثورتنا طلابية. ناس اللي تداوم خلتك يا وطن كلك حيرة، قررت ما أعتب بعد لأن هي شغلة غيرة. الخان قاعك دم رجع، الخان قاعك من رجع مذلول طبل الديرة. وبعض هاي للبعض، اكو بيهم يذمون المتظاهرين، باكر يعض اصبع ندم كل من تشمت بيه، وذاك السياسي اللي بالحكم يتختل بكرسيه. بدخان خلونا اختنق، حسبت كم دمعه وجرح وتنفس الحريه. خليهم مكلبين وسط القذراء، مثل الغنم باكر نفوت انقذهم. اهل الكراسي شبيه شو حال، ارتاح كل ما اقول الله يطيح حظهم. ويا جاري طلب، طلب حق مشروع، يا جار اطلب طلب لا تقل لي بعدين، حل وقت الحديث وهذا يومه، مربيها وعليها واي تعبان، جيب الحاويه واخذ الحكومه. احنا عالضيج يا طايح عالجسور، احنا عالضيج يا
والله حاليا احنا لازم هذا نقطع الجسر، لان هذا الجسر رابطهم هو دوامهم كله، هو هذا محمد القاسم الجسر حاليا، لان صارنا اكثر من 100 يوم تقريبا ماكو اي مطالب، ماكو ما تحققت، فاحنا نحاول قطع الطرق على مود بلكه الله يستجابون مثل الحقوقنا. حاليا ماكو، صارنا اكثر من 100 يوم تقريبا ماكو، يعني هاي المظاهرات قلت، الشيوخ العشائر ما شاركت، احنا نريد الشيوخ العشائر تطلع تشارك تسوي دعوه، يعني اذا ما شاركوا واذا ما يعني ذول الشهداء راحوا خطيه، يعني هم طالعين حقوق، واحنا لازم هسه لازم نستمر على المظاهرات، فاحنا هسه حاليا طلعنا مظاهرات وقطعنا الجسر، ان شاء الله نقول من الله حققوا مطالبنا، ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله، لان احنا ماكو وسيله، صار لنا 100 يوم ماكو الا قطع الطرق، يلا هسه الناصريه قديس بغداد النجف كلهم متوحدوا عن قطع الطرق، لان ماكو مطلب غيره، قطع الطرق هو بعد هذا، هو يعني بعد هذه حالي وقفت الا تقطع الطريق يلا، لان ما لا يطلع منها لا من هذا محمد القاسم الطريق يؤدي الى خضراء جميع المناطق، قطعه ونشوف الله كريم، والله كريم ونشوفه، يعني احنا اذا ما طلعنا دم الشهداء راحت، الشهداء ايش قد احنا ب 600 و 6000 ما 7000 جرحى، يعني ذولا راح حقهم مثل ما تقول، احنا اذا انسحبت المظاهرات وقلت ماكو فايده. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بعد التظاهرات من 1 اكتوبر يعني لاحظنا انه الحكومه الحاليه انه ما تكترث الامر الشعب، على الرغم وجودهم صار تقريبا ما يقارب 3 اشهر متواجدين بساحة التحرير، يقول لك انا احصرهم بهذا المكان هذا فما ما ياثرون علي شيء، فبدا الشعب يعني بخطوه تصعيديه يعني سلميه، هي اكيد بدا سلميه وتنتهي سلميه ان شاء الله باذن الله، لكن الخطوات التصعيديه من اجل لفت الانتباه ولفت النظر من الحكومه الحاليه، يعني من اجل يعني التفات لهذا الشعب المظلوم، ورسالتي لكل شخص قاعد وراضي بالحكومه هاي، يا أيها الذين آمنوا لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وتكون على ما فعلتم نادمين، هذا الشيء خليونا ببالهم، وإن شاء الله خطواتنا مستمرة، الشعب العراقي وسلمية وأي دعم ماكو، وطبعا المفردة عجبتنا كلش ذي اللوقي، أنا على أبو إيران لا أبو أمريكا، إحنا عراقيين ولاءنا للعراق فقط، اللي خلانا نطلع أنه مجرد بلدنا هذا، نريد نحتوي بلد آمن فقط لا غير. والله تصعيدنا باقين ان شاء الله، ونتمدد ونقطع كل الطرق اذا ما يوفرون مطالبنا ترى معروفه زين كل الزين، بديناها ترى من التحرير للجسر الجمهوريه للسنه للاحرار، او باقين على محمد القاسم ان شاء الله، وراح نقطع اذا ما يتعاونون ويانا الموظفين. اوصلكم رساله، ترى عيب والله البارحه احنا نباوع عليكم وندامون ونقول لكم تعاونوا ويانا، اذا ما تحطون ايديكم بدينا والله ما راح نقل الحل، الحل ما راح نلقاه، تعاونوا ويانا ونسوي ثورة وحدة، ثورة عراقية شباب من أجل العراق، لأن ترى بالحسين ماكو إذا تغيرت الحكومة راح نغيركم من الصغير للكبير، وكافي ترى ملينا زين وتحملنا، ولا يقولون علينا مندسين، ترى هاي مواطنين ترى اعتيادين كل شيء ما شايلين، لأن احنا ولد العراق، احنا راح مثل العراق، احنا راح نبقى، انتوا راح ترحون جناسيكم اجنبيه، عملاء انتوا كلكم جايين دمج انتوا، وان شاء الله باقي متمدد باسم العراق، الله اكبر، ان شاء الله مو بس نغلق والحسين راح نطب، راح نوصل الناصريه البارحه ملعب الشعب، تسوى حياتكم انذليتوا، واجهناكم بمن
بالعلاج المغذي والبيبسي كل شيء ما جايبين والعلم، ووصلناكم الملعب الشعب، وراها راح نعبركم الدوره، وبالاخير راح نحصركم، وبعدين نطب عليكم على الخضراء ونجركم واحد واحد ونعلقكم والله بالتحرير، والله بالتحرير. ما طول باقين باقين وعندنا عزيمه نتمدد ونقول كنا نصيح عاش العراق عاش العراق عاش العراق باقين. نقطة، احنا يصير يسوي لنا دولة، احنا رأينا احنا اول شيء يعني هذا الشيء احنا مو صحيح، مو فدم جاي يوازونا يعني يوازونا نقطع الطريق يعني غصبا علينا نقطعه، لان هو جاي يوازينا احنا واقفين بمكان. انت ليش تطبع التحرير؟ يعني هو تربح طب النفق، ليش يعني طب النفق ما ياخذ التحرير كلها؟ احنا بعد شم ثاني بعد نبي الشيلات ونوقف بالشارع. احنا عراقيين عم نريد وطن تعبنا، يعني مش انا مكان الشاب ولا ربع بجيبي، ماكو ملابس، ماكو اريد ارجع لهم، ما عندي ملابس المراجع، وما نرجع منه انا ونموت وعلي يوم ما يجسر وعندنا شوتر شد فوق الجسوره ما يطلع راحتهم، ما نروح والله، احنا نموت هنا ما نطلع راحتنا، وان شاء الله نسوي لنا وطن، باي الشباب كلها الابطال وان شاء الله كلهم ابطال. انت من تنشر على البيجات تقول ذول مظاهرين وبيهم احزاب، لا عمي احنا ما لنا شغل بالاحزاب، احنا ناس ترى مواطنين، حتى سلاح ما عندنا، روتك شنو انت ترى سلاح التربه جاوجها بالتربه ترى كل شيء ما عندنا، فانت قاعد بالبيت لك والله عيب احكي لك، لك اطلع تعال اطلع ويانا، لك ليه كل ما جينا على مودك وعلى مود امك وعلى مود اختك وعلى مود كل شيء، اريد اسوي لكم وطن عمي تعال اطلع ويانا، احنا مو شباب والله تعبنا عم نريد وطن، ما نتعب والله تعبنا تعبنا، ما نتعب المظاهرات لا تعبنا من الوطن، احنا ما نمن الله وكيلك، انا من الشوارع ها شفنا مصخمين وعلوا خير نضحك عليهم، والحسين احنا زلم احنا ملينا من الجسر، حسنا يقابلنا وجه لوجه، فد ما يقابلنا وجه لوجه. من سنة 2003 لحد هذا اليوم أنا الاحتواك من أهالي مدينة الصدر ورجل معلم، وقسما بالله من صارت المظاهرات لليوم أنا إذا واصل المدرسة حشاك إلا أنا متربب بهالخيزة، بس هي شغلة درة غيرة ودرة شرف. من سنة إذا يسمحوا لي من سنة 2003 لحد هذا اليوم قل لي شنو قدمت المرجعية، وسواء كان معمم حامل تاج رسول الله على رأسه من 2003 لحد هذا اليوم، اسمح لي استاذ العلي والله انت مثابه والدي ما زعل عليك، قتل نهب سلب اعطيني معمم مرجع بلط له شارع، اعطيني مرجع معمم فاهم دين يصعد على عن منبر عمر هيك وابو بكر هيك، وهم عمر وابو بكر اشرف من عندهم بالحسين الشهيد، ما وصل العراق الى هذه الحاله غير احنا نتبع مرجعيه لا عراقيه مرجعيه لا عربيه. البارحه واحد يطلع لي بحزب الدعوه معمم يقول الان ما يجري في الديوانيه وما يجري في الناصريه وما يجري في البصره هم الصرخين واليمانيين، الطين الصرخين واليمانيين شلون طلعوا سووا هيجي؟ اسمح لي استاذ لا تقاطع، الصرخين اليمانيين طلعوا سووا هيجي
وين طلعوا سووا هيجي؟ شنو اللي سووه؟ شنو اللي قدمتوا؟ انتم شنو قدمتوا؟ حزب الدعوه كتل العالم كله، وسبب خراب هذا العراق هو حزب الدعوه المنحل، وان شاء الله ينحل. اي والله ها؟ والله واسال الله بجاه محمد، وانا والدتي ووالدي توفى وصار لهم ما يقارب السنه بحادث، اسال الله بجاه محمد وال محمد كل قطره دم شهيد سقطت من سبايكر ومن هاي المتظاهرات، اسال الله تصير بقلبهم وتصير بقلب امهاتهم. وصدقني لو بقى حزب الدعوه الساقط السافل يحكم هذا البلد، لا العراق اكتب عليه السلام. البارحه انا يجيني واحد يقول والله اذا مات السيستاني ما بعد ماكو حق. شنو السالفه عن شنو يعني؟ شنو ماكو مرجعيه بالعراق بعد؟ يعني يقول لك انا والله اجيب اذا جابوا النوب هذا يسمونه محسن الحكيم؟ لا بعد اقرا على العراق مثل فات حتى محمد العريبي سامع بيها. عم اليوم احنا العراق نريد واحد يحكمه يباوع للعراق فقط، هو علم العراق سني شيعي مسيحي صابئي يزيدي كان من يكون، كلنا تحت رايه، كل احنا تحت رايه لا اله الا الله، تحت رايه هو العلم العراق. بس انا شيء واحد ارد اقوله، بس اسمح لي استاذ اذا تسمحي لي، والله العظيم حتى اذا كان واحد ينتقدني وانا رجل دراج من المدينه ما اخاف بس من الله. الفتوى الفتوى اللي تحكي انت بالمرجعيه، الفتوى ماكو كفائيه، اقسم بالله لا السيستان انطى فتوى ولا نطقها ولا قال هاي فتوى. الفتوى اتت بيها قاسم سليماني واتى بيها محمد رضا بن السليماني العفو ابن السيستاني. هدفها شنو الفتوى استاذ العزيز؟ هدفها قتل وتهجير الكفاءات والقضاء على الشاب العراقي وما خصوصا اخواننا السنه بالغربيه، قتلهم وتهجيرهم من مناطقهم. الشعب العراقي وروح شوف خطيه صار بالغربيه، بيها الخير وبيها الشريف وبيها بيها هم امهاتنا وابهاتنا ها، ويبقى شعارنا واحد العراق واحد، ويبقى شعارنا. انا كرجل شيعي ارد احكيها عامه، ولو انا عندي مرجع عربي قديم وجوز الاخت عرفتنا هسه شنو ما يقبل بهاي الامور، لكن يبقى شعارنا هو العراق. واحنا كشيعه ننادي اخواننا السنه خطيه، نقول لهم عمر ابانا وعائشه امنا ومن يسبهم لنا عدونا وعدو الله ورسوله. ونسال الله بجاه محمد وال محمد انه هاي هذا الوطن من بنبيعه، وان شاء الله هاي المظاهرات منتصره. انا راح اقول لك سؤال واحد، والله هسه انا ارد اقول لك البرلمان ليش جاي يرفض الانتخابات المبكره؟ لان يدري بنفسه اذا صارت انتخابات مبكره هو يفشل بعد ما الك كل هاي. والله العظيم وان شاء الله منتصرين برايه الله سبحانه وتعالى وبرايه العراقيين. شوف هذا بس ارد اسالك سؤال، هذا خطيه مظهر هذا صح هو شرف انه وها هذا شرف انه ها، لكن والله العظيم لا بيهم شريف ولا بيهم خيرة ما عندهم ها، وحشاك طاح حظهم وحظ اللي ينتخبهم. والله من صار انتخابات اليوم احنا ما ليش؟ لان هي دولة مسيسة، دولة فارسية مجوسية ايرانية ساقطة. شخص واحد سليمان مات اللي قتل البارحة كاتبين بالكرادة، ما قصرتوا يعني؟ طبعا ما قصر، قتل العراقيين قتل السنة، ظل يطب لي الانبار تعال ودى جماعة شو اسمه. والله عندي اخوي، والله العظيم يا بنت الناس عندي اخوي، انا هسه اليوم تشرفون البيت، عندي اخوي كان يداوم مكافحة الإرهاب. والله والدته الله يرحمها قالت لي يما ليش بطل؟ قالها يما والله شوفها شغله حرام، اذا احنا يجمعونا بالمقر وقال طبوا على الانبار شغلوا قرايات وشغلوا ما ادري شنو وفززوا العالم يعني رعبوا العالم. زين ارد اقول لها هي ابن السافل، هي دوله انت رايح الحسينيه، انت رايح انت رايح منبر، انت رايح شنو رايح عزاء، هو جاب هاي على هاي. يا استاذ العزيز نسأل الله أن المالكة الله يهلكه ومن يتبع المالكي، وهذول الشغب وداحتك لو بيهم شريف ما بيهم شريف، لأن هو وين الساقط جايبينه؟ وشوف ذولي ذول أهل المدينة، هاي كلها أهل المدينة ترى ثلاثة أرباعهم وداحتك، واللي يطعم الناس أهل المدينة ها. وصدقني يا أخي العزيز أيامهم قريبة وكل إنسان اسمحني بس هاي الكلمة أقسم عليك أنه هذا اللقاء طنعينه، كل انسان يتبع الفكر المجوس الايراني الفارسي النقص هذا لا دين اله، لان ايران اذا ترجع لها للصحيح لا اسلام، وادعوا بالاسلام في غض النظر عن اسرائيل، وداحتك وهم افسد منهم واخنث منهم ماكو. Hi.
نفس المهلة ونفس اليوم وحدة القضية دول احنا الما عبناهم نفس القضية وياهم دول احنا الما عبناهم نفس القضية وياهم هاي التحرير ام الخير حرة وابية هاي التحرير ام الخير حرة وابية قالوا ملوا يرجعون نسمع يومية قالوا ملوا يرجعون نسمع يومية عشرين واحد وتشوفون المليونية عشرين واحد وتشوفون المليونية صوت من التحرير نريد التغيير صوت من التحرير نريد التغيير لا أمريكا ولا إيران ولا بعدية لا أمريكا ولا إيران ولا بعدية التصعيد الحالي هو تصعيد طبيعي هو ردة فعل طبيعية للمتظاهرين كون الحكومة اتخذت اتجاه المماطلة والتسويف المطالب فالشعب تلقائيا ثار ورفض هذا التسويف والمماطلة فردة فعلهم هي مؤيدة من قبل الجميع من قبل حقوق الإنسان من قبل المنظمات العالمية من قبل أي إنسان شريف منصف ينصف هاي المتظاهرين كون بقوا 3 أشهر هم معتصمين وسلميين إلى درجة لا توصف رغم القتل ورغم الاعتقالات والاغتيالات اللي حصلت بس هم بقوا على سلميتهم وحافظين على مطالبهم ولكن بعد التسويف المماطلة لازم يكون هناك خطوات تصعيدية من أجل الضغط على الحكومة بتنفيذ المطالب إن شاء الله وإن فشلت هذه الخطوة سوف نتخذ خطوات أكبر وأقوى باتجاه الحكومة لأن الدماء اللي سفكت واللي وقعت بالأرض بأرض التحرير وبكل سوح التحرير كل سوح العراق العفو هي ثبات وقوة للمتظاهرين فراح يصعدون وما راح يبقون على ساكتين وراح يبقون على مطالبهم الواضحة والله القاعد البيت هي قلتها أن الغيرة ما تنشر ولا تنباع إذا هو عنده غيره خليه يجي يشوف أخوته خليه يشوف أخوته هنا التعبانين وإحنا ما محتاجين أحد مثل ما قال أخوي إحنا ما محتاجين أحد بس نصرة لدماء الشهداء اللي يوقع شهيد يوقع على مودي خليه يفكر يوقع على موده على مود ابنه على مود الجيل اللي ورانا بس إيش خليه يفكر وإذا ما طلع وما أجل هنا فهذا هو مو شريف ومو عراق. سريع محمد القاسم مغلق بأمر الشعب خدمتكم عمي هلا بالعراقيين الشرفاء هلا بالاحرار هلا بالثوار هلا بالطلاب اكل سبيناغ وسوي ضراب عمي على جسر محمد القاسم للصبا عمي سحور وريوق وغدا وعشاء هلا بهم وراحة هاي هاي سبيناغ عراقي هلا بهم هاي هاي اهالي باغل بخدمتكم هلا هلا بالاحرار هلا بهم احنا صامدين من 21 لحد الان هاي الشباب مالتنا صامدين وباقين ويوم يد يتقدمون على موقع عندنا 700 شهيد 25,000 جريح من ضمنهم صاروا معوقين 5,000 واحد زين عهات مستديمه اللي ايده مخصوصه اللي رجله اللي عينه زين وعندنا معتقلين 2600 معتقل احنا نطالب اول طلب الكشف عن مجزره السمك زين ومجزره كربلاء ومجزره النجف ومجزره الناصريه والقناصين اللي بالبدايه اللي تقتلوا شبابنا احنا شنو قدامنا شباب قدامنا شربت ماي قدام شبابنا ذولي هاي فرنسا صار بها ارهابيين قتلوا 12 واحد ماكو رئيس جمهورية ورئيس وزراء كلهم راحوا ملوك كلهم من كل الدول مليونين واحد طلعوا وفؤاد معصوم رئيس جمهوريتنا راح هناك ليعزي احنا ولا مسؤول العائلة الشهيد ولا واحد راح المستشفى شاف جريح بالعكس قاموا ياخذوهم من المستشفيات ويعتقلوهم ويذبوهم جوا اكو ناس لحد الان ما طالعة الولد يذبحون يتكتلون شنو اجازة تشريعية شنو رئيس الوزراء
قاعد يجتمع ومو مستقيل 10 ايام تنتهي المده مالته، صار له شهر يسوي عقود يسوي على اي اساس؟ هسه ما يخالف اتفاقيه صينيه ناجحه، ما يخالف، بس شنو؟ يجيب شخص رئيس الجمهوريه يحل رئاسه الوزراء ويحل رئاسه مجلس النواب ويجيب شخص معتدل بمكان ذولي، وشنو 400 الا 25 325 رئيس عضو مجلس النواب؟ احنا ارادنا بكل محافظه واحد هو يمثل محافظه صعيد وناجح وبعد ينجح بعد اكثر وبعد اكثر، لان ما حققوا الحكومه طلب واحد للمتظاهرين، الولد تاذوا، شنو الشباب شالوا شمروا الشغب شمروهم من الجسر، ليش شمروهم من الجسر؟ اجى واحد قتل واحد، ليش بارها شيء يعني ولا الشباب يوسف؟ ليش؟ هواي يقول يوم يا 4-5 شمروهم من الجسر، ليش؟ مو شبابنا، هو يهودي، اشو واحد انقتل قامت الامه عليه. اللي هو سليماني ومو عراقي، خلينا نحكي ذول عراقيين، هذا من دمنا من ابن عمنا، هذا فريجات، هذا ساده، هذا موزان، هذا قريشي، احنا اهل عشاير، لازم واحد يتكاتف ويا الاخ، وذول خطير القاعدين بالبيت خلي يطلعون، احنا مشون احنا طالعين، ليش يقعدون بالبيت من نسوانهم؟ يقول له شيلت مرتك تلوق عليك؟ ما يصير هذا، اي خلي يطلعون، وتطالبون الشيوخ خلي يجون على اخواننا الشيوخ الكرام خلي يجون نحترمهم وعلى راسنا وتاج راسنا، خل اسمح لي اسمح لي اوقف خلي يجون هنا على طريق محمد القاسم يشوف الشباب صاير بهم. تصعيد يعني انه لان الحكومه يعني ما جاي يعني مستهانه بينا، ما جاي يسوي لنا اي شيء، يعني عندنا حتى رئيس الجمهوريه برهم صالح يعني عاف الشعب فوضى الشعب وراح سافر لسويسرا، يعني ما حد محاسب معاناتنا، فاحنا كل ما يتعطلون عن تشكيل رئاسه وزراء احنا كل ما تصعيدنا يصير اكثر قطع الطرق. نعم عندنا تصعيد ثاني يعني راح تتفاجئ به الحكومه، فنقول لهم يعني كل ما تتاخرون برئاسه الوزراء كل ما تصعيدنا يصير للاقوى واقوى واقوى بعد. اولا احنا يعني هاي من ضمن يعني المادة اللي بالدستور يعني من ضمنها يعني الاحتجاجات إلى عبرة المدة يعني بالإطارات احنا يعني نستخدم ونبقى يعني احنا بسلميتنا، بس الاحتجاجات يعني نصعدها لأكثر حل ما تحقيق مطالب المتظاهرين. والله اللي قاعد بالبيت أقول له وسبة تحمل يعني جنسيتك عراقي، تعال اطلع وشوف يعني حالنا، احنا يعني احنا مصابين وهاي وقفتنا، نقول لك انت اطلع واحنا نسندك، يعني احنا موجودين. أثناء خروجي للدوام وضربوني، ف يعني خليه يبطل يعني اللي يقول ماكو رمي حي، خليه يجي يشوف بعينه شنو اللي احنا يعني نساق بدوا على النساء جاي يرموهم، اللي احنا طالعين يعني باسم العراق بس العلم بسلاحنا. التصعيد هذا يعني شيء يعني إلى نتائج إن شاء الله مستقبلاً، وصار نحن يعني مثل ما قال صارنا فوق 100 يوم هنا ماكو مطالب ما تحققت ويستهزئون بينا مثل يستهزئون بينا، يعني أي نتائج ما شفنا من الحكومة، إن شاء الله بعد أكثر وأكثر هاي وإن شاء الله تحقق مطالبنا، إن شاء الله يجبرهم على تحقيق المطالب خلال هاي الأيام، إن شاء الله بعد تصعيد نسوي أكثر، والله اللي قاعد بالبيت نقول لك تعال شوف هاي أخوتك كاتلهم البرد والمطر وهاي الأجواء وإحنا بعدنا هنا واقين ان شاء الله ننتصر على هاي الحكومه. واكيد هذا شيء تصعيد سلمي زين، ومن كثره الايام المتظاهرين اللي بقوا صامدين بيها الحكومه جابت اي نتيجه، فهذا التصعيد لازم كان دوره فعال ولازم يصير بكل الطرق السلميه، هو تصعيد سلمي يعني ما بي اي تاثير واي تخريب واي شيء، مجرد يحرق تاير زين، وهذا نظام دولي يعني التصعيد السلمي معروف عليه دولي، بس جماعتنا شوي مكبرين الموضوع. اتصور هذا الشيء راح يحاول انه يسوي ضغط على الحكومه زين، وبالتالي الحكومه تحاول تجيب لنا شويه نتيجه، لان هذا طرق اللي هي اللي اغلب الحكومه ما تستخدم هذه الطرق، الحكومه ما بها اي امل، بس احنا البيدنا نسوي شنو بيدنا؟
نزد الشارع الطرق السلمية الاحتجاجات التصعيدية هاي واجبها يعني ما عندنا غير شيء. المتظاهرين همتهم عالية زين ومستمرين على هذا هنا الخطوة ومنرجع البيت إذا منحقق مطالبنا. مطالبنا معروفة يعني شنو مطالبنا معروفة عوف سالفة الجوكرية والذيولة وكل شيء عوف. احنا طالعين على الوطن ما عندنا اي غاية لا مدعومين من احد ولا دافعتنا احد ولا السعودية ولا امريكا. هذا الحكي كله عن مود يسقطون المظاهرات بكل الطرق. احنا دافعنا غيرة الوطن غير شيء ما عندنا. تصعيد مالنا سلمي يعني ما عندنا شيء لا ضرب لا رمي لا شيء. احنا سلميين احنا والعلم هم احنا نجيب بالمرسلين هم يجونا بمن بالمسيل احنا بالمرسلين وبطلق يجونا طلق حي يجونا رصاص حي يعني هالشهداء العالم الطاحت كلها ليش عمود ايش يردون وطن عمود وطن طالع يريد له تعيين أبسط حقوقه هو تعيين. يعني أنت تصوري هذا الجسر عبد عبد الجسر السريع إيش قد ذبوا عليه فلوس بالقرآن كل شيء ما مسوون به بالعباس وفاضل كل شيء ما مسوون به بس بليتات مغطي العيوبات مالته. الصوج مو من الحكومة مال عدل عبد المهدي الصوج من الحكومة قبلها والقبلها مال من هي مال من مال المالكي مال مال المالكي ومال العبادي أي السبب من عندهن مو الصوج من عادل عبد المهدي. احنا 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 طالعين احنا مو بس على عادل عبد المهدي على الاحزاب كلها. احنا نريد ارجاع الاموال المسرقه مالتنا اللي محاولين بسامي غيرهم. اكو اذا ما ينفذون مطالبنا ان شاء الله احنا نصعد 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 اكثر واكثر. اذا هم حسب ما سمعت ابو الشغب الباح ايش يقول لي ابو الشغب يقول لي انا الباح من وراكم صار راتبنا 8 ملايين يقول راتبنا صار احنا 8 ملايين يعني ايش من هاي قيسي. بس انت النسوان احنا هنا عندنا بنات خواتنا ونشيلهن على راسنا طالعات عندنا غيره بالقران ويانا بالمقدمه بالقران من نشوفن تصعد غيرتنا وياها زين. واللي قاعد ببيته واللي قاعد اللي ببيته احنا مريد منه شيء يريد يدعمنا بس يدعمنا ليضرنا يدعمنا بس. احنا نريد هاي تصعيد وبعد تصعيد نريد لان ما سووا لنا شيء صرنا فوق ال 100 يوم احنا زين. شنو يستهزئون بينا هم ما يستهزئون بينا زين. احنا بعد راح نقطع شوارع ولحد ما نوصل زين يعني وين بنريد نوصل زين وش يسووا لنا خلي يسووا لنا. احنا بالنسبه لنا جايين ميتين زين ميتين جايين شهداء احنا هنا زين ولو هم لو احنا ما احنا بالنسبه نقطع طرق موظفين ما تداوم دوار ما تداوم دوار تعزل كلها تعزل زين. بس اقول له يعني السبح هو الخوز المخل يطلع ويانا حال اخوتي اللي احنا صرنا فوق ال 100 يوم زين وقاعدين نسوي واجبات نروح نغسل وغيرنا زين هاي السالفه. ان شاء الله سيجبرهم وهذا التصعيد وقطع الطرق هذا حق قانوني ودستوري بكافه الدساتير مال العالم موجود وبكافه الدول هذا قطع الشوارع موجود ومن حقنا انه نقطع الشوارع حتى ناخذ حقنا لانه احنا صار لنا 3 اشهر قاعدين بساحه التحرير ما سوينا شيء ويرجع يطلع عبد الكريم خلف يقول رجعوا لساحه التحرير شنو اللي سواه لنا احنا صار لنا 3 اشهر قاعدين بساحه التحرير ويريدنا نرجع نقعد بعد 3 اشهر. لا هذا الحكي بعد ما يصير عيب. خلي يستحون شويه خلي يستحون يضحكون على هاي العالم على هاي الناس الفقراء وهم جاي ياكلون ويشربون واموال بالخارج وكل شيء ما ناقصهم هم. فاحنا بعد اللي هنا وانتهت التصعيد يبقى تصعيد وسلمي ها سلمي واحنا ناس مرابيه احنا ناس طالعين نطالب بحقوقنا لا غير حقوقنا. نعم الجاي اكثر وازيد ان شاء الله بس سلمي ان شاء الله سلمي. يعني شنو وجه لهم رساله اذ ناديت حيا لكن لا حياه لمن تنادي هاي اللي نوجه لهم فقط لا اكثر من هاي.
والله صراحة خوش خطوة، ولازم يكون تصعيد إعلامي وتصعيد من الثوار المتظاهرين، لأن ما جاي تجيب نتيجة. مظاهراتنا صار لها فوق 100 يوم، أي تغيير وأي نتيجة ما وصلنا لها، فهذا التصعيد أنا طالب به ومو جدا مهم. إن شاء الله كل محافظات طالعة، مناطق بغداد أغلبيتها الطرق مسدودة، إن شاء الله نعمل خير. والله اللي قاعد بالمنزل بس خلي يكفنا شر لسانه، إذا ما تطلع اكتب شيء حلو، لا تنشر شيء مغرض على المظاهرين ولا تقول عينه مندسين وجوكرية، فقط صاندنا هذا هو. احنا التصعيد السلمي تتخذ كافة الدول المتطورة جدا تتخذ التصعيد، مثلا سد الطريق، الحالات الاستثنائية تعبر، احنا ما نخلي له شيء، مثلا الغذاء والمواد الغذائية والأدوية كلها تعبر للمستشفيات. تصعيد سلمي على مود نرفع احتجاجاتنا، صارنا اكثر من 100 يوم الحكومة ما استجابت لنا ولا واحد استجاب لنا، صارنا قطعنا الشوارع بهالبرد هاي واقفين. بس اوجه كلمة لا شيوخ العشائر، انتم متعطين فد بدك الى متى؟ هيك طلعوا يانا شوية، التنايم بالبيت شوية طلعوا يانا، الى متى احنا هيك نظل؟ احنا كاتلين البرد وهاي ودوامنا، والله عايفين دوامنا على مودكم. احنا مطالبنا معروفة من اليوم الاول، احنا اتخذنا خطوة مطالبنا معروفة، فعلى الحكومة ان تستجيب لنا، احنا منطيها الحكومة استجابة بس ما حد ما يستجيب لنا، صارنا اشقد اكثر من 100 يوم ما حد لا مستجاب لنا ولا احد اصلا ما ملتفت لنا اي واحد. هذا شيء قليل للحكومة، لأن اعطينا شهداء نحرق تاير يضرب شام من عندنا كتلة، مو حرام، إذا نحرق تاير حرام، والشهيد اللي يطيح من عندنا لا هذا لا شيء عندهم، فراح نبقى هنا ونقطع طرق وما نخاف، وإن شاء الله يعني دم الشهداء ما راح يروحيك، والريد عادل عبد المهدي واللي شو اسمه البرلمانيين، خاف عادل عبد المهدي ذب استقاله، حتى البرلمانيين، لان اليوم البرلمانيين قاعد يعينون بهاي مال الكهرباء. انا ردحت اسعفونا من المظاهرات، خلينا نحكي على الكهرباء. موضوع الكهرباء 60 ورقه 25 ورقه تتعين، ومال التعيينات كلها بي سرايا السلام، خلي احكي هذا صوت خلي يوصل لاي جهه، التعيينات بي سرايا السلام قاعد يعني احنا نريد وطن. انت مو نايم بالبيت وانا الظاهر، واهل المدارس لا تداومون، والله لا تداومون، اهل الجامعات المطين فلوس راح يعطونكم عدم رسوب، لا حد يداوم، خلينا نصير نفس الناصريه، شلون قطعوا الطرق وسووا اثبات مظاهرات صدق، مو اليوم انا اجي وباكر لا ما اجي بس على مود اخذ صور وارجع، خلينا نصير هنا ونموت موتة واحدة وماكو خوف، وإن شاء الله ما حد يخاف. طبعا اليوم تشوفون خطوات التصعيدية، احنا اقتداء بالناصرية واقتداء يعني بالدكتور علاء بارك الله بيه، احكي كلام منطقي وواقعي وحسب الدستور، واحنا بصفتنا متظاهرين بمنطقة بغداد محافظة بغداد نقتدي بيهم. ثاني شغلة اساليبنا التصعيدية ان شاء الله راح تتطور الى ان تحقق مطالبنا، مطالب انه ما جاي يعطونا اياها وجاي يعطون فرص عمل وتاخذها الاحزاب ترجع لنا مره ثانيه. وبالنسبه اللي قاعدين بالبيوت احنا شنو مطالبنا؟ احنا جاي نخرب لو جاي ندمر لو جاي ما جاي نسوي اي شيء، يعني شوفين ايش بديهم الولد، شوفين ايش بديهم علم عراقي والله، واللي يريد يحرق واللي يقطع الطرق قطع الطرق بشكل جزئي نفس ما قال الدكتور علاء، يعني اللي طالع بسيارته الشخصيه يطلع ما لنا شغل به، والمريض يطلع والمواد الغذائيه تطلع، يعني والله البارحه والله البارحه للاربع الصبح ما نايم، يعني تهدأ هاي كل العيون والاصوات تهدأ بس تبقى ام الشهيد، لان مال ام الشهيد يعني انت ما تحس بحسابها، فرضا هذا كان اخوك هذا اللي وقع البارحه، يعني انت هذا الدم ياثر بيك الى متى؟ يعني الى متى احنا شنو مطالبنا الك ولاطفالك ولمستقبلك؟ دوم روح قلنا استمر قدام